زخمها. عندما تستنسخ المؤسسات أوجه انعدام المساواة فهي تصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل. في السنة الماضية أتاح صندوق النقد الدولي 160 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدول أوروبية في مقابل 34 مليار فحسب للدول الأفريقية. والواقع أن هناك انعدام مساواة وتشويه حقيقي في إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهذه المسائل، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. وإن لم نصوب تجاوزات الأسواق فإننا سنواجه مشاكل ضخمة، نحتاج إلى حوكمة اقتصادية جديدة، لكننا لم نمهد لها الطريق بشكل ملائم بعد. مجموعة البريكس جاءت نتيجة لهذا الشلل، وهي تشكل منصة استراتيجية للنهوض بالتعاون بين الدول الناشئة. وقد اتسعت هذه المجموعة خلال قمة جوهانسبرغ لتعزيز مكافحة أوجه الظلم المختلفة ولإنشاء نظام يأخذ في الاعتبار التعددية الاقتصادية والجغرافية والسياسية للقرن 21. نحن قوة تعمل على تعزيز التجارة العالمية بشكل منصف في مواجهة أزمة تعددات الأطراف. الدول الأكثر ثراء تعمل على زيادة الحمائية، وذلك قد شل منظمة التجارة العالمية ولا سيما آليات تسوية المنازعات في هذه المنظمة. لم يعد أحد يتذكر جولة الدوحة في مجال التنمية. في الواقع فإن البطالة والعمل الهش يقوض ثقة الناس في إمكانية مجيء مستقبل أفضل، وهذا يؤثر تحديدا في الشباب. الحكومات ينبغي أن تبتعد عن صوت الأسواق لتركز على صوت الشارع. أن الليبرالية الجديدة قد فاقمت من أوجه انعدام المساواة الاقتصادية والسياسية، كل ذلك يقوض الديمقراطية اليوم، والناس يشعرون بالإقصاء وبالإحباط. ما نشهده إذن هو حالة بدائية من الشعبوية والتسلط، ونحن نرفض أي خطة تستغل المهاجرين وتجعل منهم كبش فداء، مما يقوض رفاه أو دولة الرفاه و يؤثر سلبا في حقوق العمال. نحن نود العودة إلى تقاليدنا الإنسانية والتي ألهمت الأمم المتحدة وساهمت في إنشائها. ما من إقصاء في البرازيل، نود العمل على تنشيط سياسات تشمل الجميع من المنظور الثقافي والتعليمي والرقمي للنهوض بقيم الديمقراطية والدفاع عن سيادة القانون. وإن حرية الصحافة لضرورية في هذا الصدد. صحفي على غرار جوليان أسانج لا يمكن أن يعاقب لأنه قدم المعلومات لمجتمعه بشكل شفاف ومشروع.